وبرهان طوارئ امبارح بوب 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 شاروا بالطياره جربوا عليك دينك ده عسكري يا اخي. عبد الله حمدوك ده لما انكتمت قاعد في الخرطوم. عبد الله حمدوك المواطن ده قاعد ده اللي قال له هسه عسكري يا جماعه. في عسكري جبان زي ده وخاين وخسيس زي ده امبارح كتمه في الناس وقام جرى وذاته جرى جرى عديل بالطياره رفعوا الطياره جرى قال امك بقتلوني بقتلوني انت كده كده ميت يا برهان كده كده ميت والله. دي اللي عندهم علاقه بالعسكريه ولا بس جابهم كده ساكت وبتاع. لو عندهم علاقه بالعسكريه كانوا كده شفناهم عديل والله وقد كان شفناهم. ولك لا ما تسمع يا زرخو انا يعني والله العظيم داير اقول لكم حاجه شمالين ديل بالتحديد لو ما شفتهم داقين باللي عديل كده يا درجوا الجنجبيل يا الجنجبيل درجوا ما بقتنع بهم ولا تقول لي تدريب ولا بتاع ما يتخرجوا. انا احنا قاعدين في السودان ده الاف شمالين ديل عساكر الاف مؤلفه بيتخرجوا بجاي بيجروا بيوتهم بيوت امهاتهم بجاي وين يا زلمه؟ حرب الجنوب ده ما عاش على الجنوبين يا جماعه. يا زلمه خلينا يا زلمه 2% بس الرجال فيهم 2% بس ما نظلم الناس. الرجال فيهم كده 2% بيحبوا الحياه ده يعني هم رجال لكن كما رجال ما كانوا ولدهم ولا ولد اولادهم لكن جبنا بتجابهم الواحد بتجابهم طوالي زي بتجرى طوالي من الدار ايش والله جد. ما تسمع يا زول هم لابسين فنايل صفر وزهريات وبنيات الموضوع ما التخريج موضوع ما لبس الكاكي موضوع تاكل باللي عديل وما في زول نعرف العربيه دي حق منه وماشيه وين وماشيه اقليم كويس طوالي. طبعا الشماليين هنا برفض داير انك تهد جزمتهم وتاكل 10% وتديهم 90% لكن زي شي بدرار يجي يقول لهم انت يا شايقي الشايق القاعد هنا تشيله لنا برا ما بقبله. بعد شويه شي بدرار يقول لهم الناس القاعدين في المينا موظفين ده جد يفوتوا القاعدين هنا الاضروبات يحكموا معناته خلاص المينا دي انضبطت. اي تهريب بيفتشوا اي عربيه بتفتش اي سفنجه بتتفتش اي نعال قديم مركوب شفتها مش امه زي ده بعرفوا ذاته فيه جوه شنو معناته الايش حق الشماليه اكل ايش انقطع تماما يشتغلوا زيهم وزي الناس بعرق جبينهم ياكلوا سرقه ما في. تحياتنا لاسوبيا قبض الصديق صادق المهدي صديق صادق المهدي الحرامي الكبير النتن الكلب قسم الذهب طبعا بتاع 200 نف 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 حتى ناس البطانه حتى ناس البطانه جزء منهم حراميه وانا اكدت لكم بدليل وشواهد المال اللي اشتراه حميتي البهايم انا عندي كلام كله مسجل قاعد بالحرف الواحد تمام وزو دق 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 بيناتهم حدا كلامي هو ده مسجل هسي ده. زمان كان ناس السعوديه بيتواصلوا معي قال الله يمتى قال البهايم بتاعت حميتي هاي عليها الطلاق قسم علينا الكيك الكت تعرف الكيكل الكيكل كيف قسم علينا البهايم قسمته قلت له ها قلت له شي بدران لما خالف تعليمات طوالي نطيته في رقبته صح الو هاي حبابك دايره تشاركي يلا تفضلي في اللايف هاي الو هاي في اللايف هاي ايوه طيب السلام عليكم يا ناس اللايف زي ما بيقولوا درك اديني مساحه كافيه يا احمد اوصل رسالتي رسالتي دي دايره انا اسال يا ناس الشمال يا ناس المهمشين يا ناس المهمشين يا ناس التعبانين يا ناس حالتكم بلبلة وكل مرة بتطلع فيديوهات وبيقولوا ان حزاتنا مهمشين. طيب تعالوا يا مهمشين يا اللي بتطبلوا لبرهان يا البسيطين يا على بقول احمد يا بسبوزة انتم يا بسيطين يا ما عندكم حاجة يا مهمشين انتم يا تعبانين انتم يا كتلوا اولادكم ها الكتل اولادكم اللي قبل اليوم طلعوا في المظاهرات قاعدين يقولوا عايزين سودان جديد هنبنيه عايزين وطن عايزين ديمقراطيه عايزين تعليم عايزين حكومه جديده هنبنيه
وقتلوا اولادكم ما خلوا فيهم حاجه، في البيت طلعوه مشوا قتلوه، عندكم جثث في الثلاجات ما مشوا دفنوها، وين منون ديل؟ ده كان منو يا تعبانين انتوا؟ قلتوا نبني السودان. طيب يلا انتوا المفروض تبقى لكم هنا راسكم يفتح، الحركه العامره برهان مع ابشيبه ضرار بتاع بورسودان، يعني الراجل ده الزول ده ما غلط، الزول ده موقفه واضح جدا، كون يساعد الجيش ويقول انا واقف مع الجيش ومع الوطن بمناسبة، اقسم بالله الراجل ده موقفه ده مفترض الليلة يرفعوا له القبعة، كون يكون عنده وطنية لدرجة انه ما يقبل تكون في فوضى في عز الحرب، تكون في فوضى وتكون في خيانة للوطن، ناس بتموت وناس بتحرم، كون يقفل الشركة وكون والله يفتش، ولا يقول داير افتش وداير اعرف ومستغرب في انه الدعم ده فعلا قاعد يجي، ودعم من وين الدعم السريع ده بيجي، ودعم من وين؟ سلاح، ذخيرة، أدوية، أكل، شراب. إذا كان طيب الزول اللي بيسأل سؤال زي ده بيضربوه بالرصاص، قديش بيضربوا بالرصاص ولا برهان بيضربوا؟ طيب يا شمالي انتوا اللي بتدافعوا ليه؟ دارين توصلوا السودان دي لوين؟ بس كده سؤال، دارين توصلوا السودان ده لوين؟ ما انتوا ذاتكم كنتوا مهمشين وبسيطين، طيب ليه البرهان يضرب الزول ده؟ ليه يضرب؟ ده شغل جميل جدا بالمناسبة، مفترض مش بورسودان بس، مفترض أي ولاية ولا أي شارع ولا أي منطقة أي مرة فيها عربية تتفتش. ده موقف جميل جدا، موقف بتاع شهامة، بتاع الرجالة، بتاع الرجولة، حقه حقيقة، بتاع إنسان فعلا عنده وطنية حقه حقيقة. شايفه في ناس كتير علقوا له ودي خطه من القحاطه ودي فتنه دارين سواء في بورسودان ودارين يقسموا البلد، يا ناس يا ناس ما ممكن، ما ممكن الليله ولايه معينه اثنين عرقيه معينه مغلغل السودان على بكره طبيعه، مغلغل السودان 4 ميل مربع، يعني انتوا بس العاقلين وانتوا بس المتعلمين وانتوا بس الفاهمين في السياسه في القانون في اي حاجه، انتوا المفروض تتوعظوا من يوم ما برهان طلع مشى مصر ومشى وين مشى وين. برهان ما عنده حرف في السودان، برهان عنده حرف في العاصمة، يعني بس العاصمة يعني بس ولاية في بقعة في وسط في وسط البحر، زي ما بيقولوا بقعة في نص قماشة بيضة، يعني ولاية واحدة، خلينا من اغلم دارفور ده، ومن يوم هو عامل فيها عنصرية، ومن يوم هو دايرين يموتوا كلهم يتبادوا، نفترض الليلة جريوا ده ومرقدوا ده، لو قال لغلم دارفور وللخرطوم معلش محين ما بيمشي بيقعد بيفتش المخرج للخرطوم فقط. طيب يا اخي كيف الرئيس على قول بشيبه الغزافي ده ما مرق من بلده لما قتله، صدام ما مرق من بلده لما قتله، بشار زي ما قال قاعد في نص البلد وجاري ماشي وين؟ جاري يمين الشمال داير شنو؟ ما تتوعظوا يا شمالين رجعان اتوعظوا، افتح مخاخكم المليانه حرموا علي بطلاق دي، ها ما ممكن انتوا تكونوا يعني يعني تكونوا ناس سخرين لابعد الحد، او تكون عندكم اللامبالاه لابعد الحد، ما ممكن، مفترض الليله كلكم على بدل ما تردموا الزول ده تقولوا هو دي خطه جديده يولعوها في بورسودان، اطلع اقول له يا برهان ليه تعرفوا كلامه صح، نحن في حاله بتاعت حرب، وقال في قال في حاله بتاعت حرب تطلع شاحنات، يوم قلنا نحن في اللايف القروش بتاعت حميدتي والذهب بتاع حميدتي، ويا احمد انا رسلت لك الذهب ده في صفحتك، قلت لك الناس دي قاعدين يهربوا في ذهبهم بالله، وبعدين طلعوا لهم في اللايف الذهب ده مشى وين؟ مع الذهب ده مشى وين؟ القروش دي مشت وين؟ يبقى انت المهمشين اللي بتقولوا ان احنا مهمشين وبتطلع فيديوهات بتقولوا لناس الغرب عنصريين، ولو كل زول يتكلم فيكم تقولوا عنصريين، قولنا شوائد تقول عنصريين، قولنا الجعلين يقولوا عنصريين، قولنا الشمال تقول عنصريين، يوصفوكم بأي وصف. طيب انتوا خلوكم من العنصريه، انتوا ساكتين كده لابتين، وش شغله بتاعت جبانه ولا شغله بتاعت محاماه ولا شغله انتوا بتحاملوا اهلكم ولا ما قادرين افهمكم؟ إذا أنتوا نفسكم خلاص جبتوا على نفسكم الإهانة والذلة والهماش، هنحن طفح بين الكيل. بعد كده البلد دي ما حقتكم براكم. ما حقتكم براكم. لازم تستوعبوا. نحن قلنا لكم القحافل ماشيين على خطط.
البلد دي قبلها اتقسمت دول لواحد حيازي او واحد يقدر يمسكها لفتره انتقاليه. انتم كنكشين فيها كنكشت بدون مؤاخذه القرات في الكلب. علي مين اكعب من كده؟ الوصف المفروض وصفوك اكعب من كده. بعدين انتم الناس اللي ما كنكشينه بتطبلوا لهم ده ذاتهم بايعينكم بيهربوا في خيرات البلد هم نفسهم. تفتكروا انه اللي انا شيك بخلي يضرب الزول ده شنو؟ الدينارات القاعد تهرب الذهب والقروش. عرفوا انه السودان دي خلاص بيهربوا في الحاجات دي هم الضباط ديل الجنرالات القاعدين ديل الليلة في بورسودان. اسمع يا ناس شرق يا ناس الشرق قطعوا الحتة دي من احمد يا ريت بتفرج دول نزلوها في التيك توك رسالتي ديل لناس الشرق. يا ناس الشرق انتوا عندكم مينا مينا باعتبارها هي نبض السودان ونبض السعودية ونبض الامارات ونبض مصر. هي النبض البنبط في السعودية والبنبط في الامارات والبنبط في مصر. فيكم تسيطروا ما تتوطوا ما تتقسموا ما يكون فيكم عنصرية. لازم تقفوا مع الشيبة ده والله العظيم أحسن من ترك بمليون مرة وأرجل من ترك بمليون ألف مرة. كلكم تقفوا على قلب رجل واحد. انتوا عندكم مينا والله مستعدين تقفلوا البرسودان ده من العقبة. بس ما في دولة بتجي خش لكم ما في ولاية بتجي خش لكم ولا بدل بيقدر يقدر عليكم. أوعكم تتقسموا أوعكم يخلقوا الفتنة بيناتكم أوعكم يكون عندكم عنصرية. أقفوا وقفة واحدة. أنتوا النبط اللي بيشتغل في الدول دي كلها. أنتوا النبط ده لو وقفتوه بتوقفون كلهم. تشتغلوا وتتمنوا زي ما دايرين. وما في داعي لأصلا جبرين كشوه من هناك من ناو كشوه من هناك وران ذاته كشوه من هناك. أقفلوا دايكم وأقعدوا. البلد استوطنت. كونوا مع البلد. البلد ما استوطنت. أقعدوا براكم. أنتوا استثمروا المينا بتاعتكم دي. بيت مين دي اللي براكم لو مسكتوها استثمرتوها بيصلحوا بلدكم براكم. يا ناس الشرك ما تبقوا زي ناس اغلين دارفور. يا ما قلنا لهم يا ناس اغلين دارفور اتوحدوا ما توحدوا لما ناس يحتلوا دارفور وبقوا كل زول مشتت. ما تبقوا زي ده يقوموا يدخلوا بيناتكم فتنه وتتفرتقوا مع بعض. الليله ايش حركه العماله الشيخ درار ده اقسم بالله ارجل راجل في السودان كافه. ارجل راجل كونه في وضع زي ده يقول انا ما بسمح في وضع زي ده عربات تدخل عربات تخش لازم تتفتش. ده كلام جميل جدا وهو ده المفترض وده الكلام اللي كان بيقولوه الشباب اللي ماتوا وقتلوهم وخدتهم في الثلاجات. ده اللي قاعدين يقولوا دايرين سودان جديد وعايزين نبني البلد. وين الكلام ده؟ وين ده يا الشماليين؟ اصحوا يا اخي كفاكم غباء. ما ممكن. وبعدين اي واحد يجي عندك هنا سامع في واحد يقول لك انا على ابوك بيقول لك وطن حرام بيقول لك يا اخي بالله انت قبل تقول الكلمه ده وقبل لا تكتب التعليق ده. انت ما عجبك في التعليق شنو؟ ما عجبك في اللايك شنو؟ عشان انت تنبذ نبذ زي ده. فيا اخي انت اذا كنت مربى اصلا والناس ما بتنبذ نبذ زي ده. بعدين الحصه وطن بنتكلم من اجل الوطن ان احنا الوطن ده اديناكم الحل. اديناكم الحل واضح جدا. نحن ساعة قلت لكم يا احمد انا من اول قلت لك البرهان اصلا هو والله العظيم متواطي مع الجنجويت وهو عايز البلد دي تتدمر زي ده وهو اصلا بيتعامل مع الجنجويت وهو بيسمع مدخل لهم الجنجويت لكن ما قادر يكشف الحاجه دي اصلا. البرهان ما قادر يكشف الحاجه دي لانه اتخطى امام الامر الواقع. انا ما قلت لك قبل اليوم يا احمد قلت لك ولا ما قلت لك؟ صحيح. انا اقوله داري يمنع الجنجويت مش البلد ما كان منعهم. معقول انت عاصمه ما قاعد تسيطر على عاصمه تمشي يمين ويسار؟ لو كان الليله في عدو برا مسك السودان ده كله كنا هنتمسح يعني ولا كيف؟ فرسالتي دار اقولها برضه للمره الاخيره واطلع من اللايف. يا شماليين عقلوا الحركه العامله البرهان ده مفترض بعدها تتوعظوا. يا اخي طلعوا البرهان ده كده وجيبوا لنا واحد قلنا من جبال النوبه يا اخواننا. لا دايرين كباسي لا ياسر عطله الجنرالات القاعدين. والله الجنرالات القاعدين ده قاعدين يعربوا القروش والذهب وحيمرقوا حيخلوا البلد دي لقحاطه للجنجويت وحتتبهدلوا انت المهمشين اللي ما قادرين تطلعوا اللي بتطبلوا لبرهان. انتوا اللي حتكونوا جوا انتوا اللي حتكونوا في فتيل. ما تبغى تسمع لي كلام الانصرافي ولا تسمع لي كلام ده وكلام ده. وانتوا يا جيش هو يصحوا اذا كان في تهريب هناك بيجي للدعم بيدعم الدعم والليله الجيش يضربوه اخوانكم يضربوه اي واحد يقول سلاحه. انت بتقاتل على ايه اساس؟ وبعدين داري اقول لك ما ينزل داري اقول لك انا اجيب مع الجيش اذا كان الليله الجيش اتمرد على برهان وقال دي وطني انا احمي وطني واحمي شرفي واحمي بنات بلدي وشايلين سلاح. والله كلنا بنجيب معاكم بندعمكم.
لكن طول ما انتوا قاعدين كبقوا واوامر تحت البرهان ما بدعمكم صراحه. انا واحده من الناس كنت بدعمكم بحترمكم جدا جدا، لكن بعد ما هدعمكم ما احترمكم جدا، والا انتوا تتمردوا على برهان، تتمردوا على جنرالات وبيكاكيكم وبسلاحكم وحاربوا، طلعوا جنجبيت وحاربوا، طلعوا العدو حاربوا، جيبوا واحد بديل من البرهان، عملوا مخالفات عديد، بنقيف معاكم، بنقول جيش واحد وكمؤسسه بنقيف معاكم، ولكن طول ما انتوا واقفين ورا البرهان والكباش يا سرعات بتاخدوا اوامر، تضربوا حته وتخلوا حته وتدوا ناس وتخلوا ناس، والله ما بنقف معاكم. وبعدين كل الشماليين يا احمد، والله كل الشماليين الضباط قاعدين في بيوت الناس، ما جندويت براهم قاعدين في بيوت الناس، قاعدين يضربوا في الشيات ويسرقوا بيوت الناس وياكلوا احسن اكل وما عندهم اي عوجه. رسل الجنود المساكين ديل في الساحه لسه قاعدين يضربوا ديل، والله ديل الجنود عليك الله في الفيديوهات دي، لاقاك اولاد شماليين لاقوه كلهم قاعدين في البيوت، اصلا اولاد الشباب الصغار كلهم طلعوهم برا، كلهم طلعوهم طلبه وطلعوهم دكاتره، طبعا بيسمحوا لهم في التعليم، ما مسمحين للاجناس الثانيه. والجنرالات والضباط قاعدين عملوا كليه من شرطه من غيره قاعدين في بيوت الناس، هسه قاعدين في بيوت الناس بيضربوا في الشيات وبيشتروا، ما عندهم اي عوجه، يلفوا في المساكين ديل يكتلوا فوقهم. عشان كده يا شعب السوداني اصحى، واللي قاعدين في الجيش اصحوا، ما قلنا لكم ابقوا مع الجنجبيت، ولكن بنقول لكم انتوا عملوا مخالفه، اتمردوا على برهان وعلى قياده برهان، شيلوا دراعكم براكم، قولوا دايرين ندافع على وطننا وندافع على عرضنا، كلنا بنجيب معاكم وبنشجعكم كمؤسسه، حريقه في برهان وحريقه في كباشي وياسر العطا. والليله لو في واحد فيكم راجل واد مقنع كده يقلبه كل الترابيزه على راسه، يجيب واحد حيازي وخدته، نحسم الموضوع ده. ويا ناس شرق السودان لا يفرقوكم، اقفلوا الطريق اللي بدخل ليكم العربات، وما تقفلوا المطار عشان ما يجيكم اي مسؤول تاني. واللي قاعدين عندكم كوشون ومسكوا البلد دي وتحكموا على المينا، والله تقدروا تتحكموا على الدول، فيكم المتعلمين، فيكم الفاهمين كويس، حتى الشماليين اللي قاعدين مستوطنين هناك داري يبقوا معاكم اهلا وسهلا، ما داري يبقوا معاكم، داري يتخاصصوا ويبقوا عملاء لاهلهم. وشوم يا عدروبات انتوا قدها وقدود، سمعتوا؟ وشكرا لك يا احمد، تحياتنا. شكرا. واحد قال لي يا اخي جيستي، والله جيستي ما في بال هناي. انا كده داير اشوف اللايف ده بالتليفون التاني، بين التليفون داير اشوف اللايف ده ماشي كيف، ناس تعمل لنا شير، ناس تعمل متابعة. قال لها انت منو؟ وانت منو؟ سؤال بس، ما نفس الرد صح؟ انت منو؟ قال لها وانت منو؟ موضوع بسيط.